ازاي اخباركم عاملين ايه؟ ساعات نفسنا بتهفنا نعمل حاجه حلوه، فندور بقى ايه اللي موجود عندنا في المطبخ ونشتغل بيه. عملت النهارده كرواسون او مولتو، جميل جدا، سهل قوي قوي، ما خدش اي وقت. هنسميه مولتو لانه هو اقرب ما يكون للمولتو يعني. بالهنا والشفا، حلو وعجب الاولاد جدا، ولما تعملوه هيعجبكم جدا جدا. لقيت عندي بيكنج باودر، ولقيت عندي نص كوبايه من اللبن او يزيد حبه يعني عن نص كوبايه، والفانيليا، وقطعه شوكولاته كانت مستخبيه في الثلاجه برضو لقيتها، والسكر بقى والدقيق. لقيت عندي برضو حوالي كوبايتين يزيد عن ربع كيلو من الدقيق والزيت. خدت نص كوبايه اللبن دي، دفيتها وحطيت عليها معلقتين صغيرين مليانين زي ما انتم شايفين كده من السكر، وعليهم رشه من الفانيليا، وهقلبهم مع بعض، وبعد كده هحط لهم معلقتين من الزيت. مفيش، مش عايزين نحط زيت، ممكن نحط معلقتين زبده، زبده سايله، او معلقتين من الزبادي، والزبادي هيخلي العجينه طريه وجميله جدا، يعني اي واحد من الثلاثه اي بديل نقدر نحط. بعد كده خدت كوبايتين دقيق، انا كنت نخليهم، وحط عليهم رشه من الملح، قلبتهم، وحطيت ما يعادل معلقه صغيره من البيكنج باودر، ممكن انتوا تاخدوها بالمعلقه، انا قدرتها بالنظر كده وحطيتها، بس حسيت ان الدقيق يعني الميه اللبن زياده عليه شويه، فحطيت كمان حوالي معلقتين من دقيق. ممكن الكوبايتين يكتفوا بشويه اللبن دول، او يطلع معاكم طري شويه لان نوع الدقيق متغير، فهنضطر نديله ايه معلقه دي واحده، ونشوف الحال هيمشي ازاي. عجنتها وسبتها تلمت كده مع بعضها، وبعدين حطيتها ترتاح حوالي ربع ساعه علشان تفرد معايا واقدر اشكلها. يعني ربع ساعه بالكتير كانت العجينه خلصت، وهقطعها واشكلها. خدتها ورشيت عليها رشه من دي فوق وتحت، وهفردها بالنشابه. الموضوع بسيط قوي وسهل، واحنا شغالين كده بنعمل غدا او بنعمل اي حاجه ممكن نعمل العجينه دي جنبنا، يعني مش بتاخد اي وقت. هفردها رقيقة جدا، يعني اقل من نص سنتي طبعا، يعني حوالي 4 مللي مثلا. وخدتها قطعتها كده مثلثات رفيعة زي ما انتم شايفين، على قد ما نقدر نحاول نرفعها شوية، لان هي لسه هتنفش شوية في الزيت، لما تريح حجمها يزيد مفيش داعي نكبرها قوي يعني. يعني في انا بعض الوحدات طلعت معايا كبيره شويه، مش مشكله، المهم تحكموا في الشكل زي ما تحبوا. قطعه الشوكولاته قطعتها مكعبات، على فكره تقدروا تقطعوا تجيبوا، يبقى لو عندكم بار تقطعوه هيبقى منتظم في الشكل اكتر. وحطيت في قاع او قاعده كل مثلث قطعه من الشوكولاته، على قد ما نقدر نحاول يبقى شكلها منتظم. وهقفل عليها الجزء الاول كده، هقفلها كويس جدا عشان ما تخرجش مني وانا بقليها في الزيت. زي ما انتم شايفين لفيت من تحت لفوق عشان تدينا الشكل المعروف بتاع الكرواسون اللي كل الولاد بتحبه وبنجيبه، ما بنلاقيش جواه اي شوكليت ولا اي حاجه. اللي عاوز يحشي نوتيلا يقدر يحشي نوتيلا، بس بالراحه وانتم بتلفوا علشان ما تسيلش منكم، مش لازم شوكليت، يعني ممكن تحطوا نوتيلا. لفيتهم زي ما انتم شايفين وسبتهم يرتاحوا شويه، غطيتهم حوالي 10 دقائق وفي زيت غزير، ومعلش بقى الزيت غالي بس يعني اهي مره وعدت. وهاخده احمره على الجنبين بالراحه، ما تقسوش عليه في الحراره علشان ما يتحرقش منكم. بجد جميل، ريحته حلوه، سهل جدا جدا. بالمناسبه حابه اقول لكم لو عايزين تخبزوه تقدروا تخبزوه في الفرن، مش هياخد منكم حوالي 10 دقائق ربع ساعه في الفرن، وتفتحوا عليه الشوايه ياخد لون من فوق وخلاص. دي اول مجموعه عملتها، وعملت مجموعه تانية. دول كوبايتين من الدقيق بس عملوا لي الطبق التحفه ده، رائع لذيذ، وريحته تجنن، ومن جوه ما شاء الله طعم الشوكولاته فيه واضح جدا. بالهنا والشفا، حلو سريع، عملناه من مكونات بسيطه نقدر نعمله ونفرح بيه الولاد بدل اي حاجه مليانه مواد حافظه. تمنياتي ليكم بكل الخير، اشوفكم ان شاء الله تاني على خير يا رب. السلام عليكم، في امان الله.